اه يا جماعة، ميرسي، عليكم السلام، ميرسي. تعمل فريخ كويس. هاي اول حاجه بغسلها بملح وخل، ويفضل نغسلها بدقيق، بس هي مش هغسلها بدقيق. خل اهو، ملح تشويها، حطها على النار الهادية، عشان الفرخة تطلع زي المحلات. بنحط لها خل في بعد ما بنغسلها بالخل الأول، بنحط لها خل في الطاسة اللي هنغلي فيها الجلاس، مع طبعا ملح وفلفل وبصل. بعد ما غسلناها بملح وخل وشطفناها، هنحط دلوقتي الملح والفلفل والبصل، بصل احمر مش بصل ابيض، هو ده بتاع البصل المتوسطة،
مش لازم كل البصل لو مش عايزين كده. حطها الميه اللي نزلت منها طبعا بنشيلها. عايزين نحط فلفل تاني عشان الميه الفلفل وقع، مفيش مشكلة نحط. بتبقى محطوطة في الفريزر حتى لما بتسيح بتنزل الميه. وبعد كده اهم حاجه الخل. ما لا ليه الخل بقى على فكرة يا جماعة، مش بس ان هو بيطلع طعم المطاعم او كده او المحلات، لا هو كمان بيطري الفرخة يخليها طرية، اللي سنانه تعبانة مثلا يعرف ينكها، بتبقى مستوية قوي، اللي بيحب الاكل مستوي قوي. تمام. هعمل السلطة دلوقتي. يا جمال قلبك، يا جمال قلبك اللي بتبعتيهولي يا حبيبة قلبي، شكرا ليك يا جميل، ربنا يخليكي ليا يا رب. ميرسي يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي، شكرا. انا اهو هعمل سلطة اهو يا زيا. هغسله من الاول. ربنا يخليكي يا يازا، ميرسي. الفراخ هتاخد بتاع ساعة ونص ساعتين عقبال ما تستوي، عشان احطها على نار خفيفة زي النار بتاعت الرز في الجريل.
قطعت الخيار، هقطع القوطة. ايه بطبخ ايه؟ فاهمة حاجة المطبخ. يس يا ميرسي ميرسي موشي 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 ثانك يو يا يس يا القمر كله يا يازيا، العسل كله يا يازيا. قطعنا الخيار، نقطع ايه؟ البصل. ادي البصل، بعد كده القوطة، الو مين معايا؟ السنترال، معاك السنترال حبيبة قلبي. ميرسي اللي بعت وردة اللي اسمك النقطة عبد الله. عبد الله يا عبد الله، عبد الله يا عبد الله، تحيا السعودية، تحيا الإمارات، تحيا ليبيا، تحيا العراق، العراق، تحيا لبنان، تحيا سوريا، أهل العراق، أهل السعودية، أهل ليبيا، أهل لبنان، أهل الإمارات، وأهل الكويت، كلهم كلهم أحبابي، كلهم كلهم أحبابنا. أهل السعودية، تحيا السعودية، أهل الإمارات، تحيا الإمارات، أهل ليبيا، تحيا ليبيا، تحيا ليبيا، تحيا الكويت، تحيا لسوريا، تحيا مين تاني؟ العراق، تحية لكندا، تحية لاستراليا، تحية لبلجيكا وسويسرا وألمانيا وفرنسا، 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 عليكم السلام، وفرنسا، تحية 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 للمغرب، تحية لليمن، هنحطي خل اهو، حط خل،
بعدل خلي بعدل خلي الملح وما نكترش في الخل عشان السلطه ما تطلعش يعني تحسوا كده انها فيها لزعه. لا هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزه اغطي الجريل. بعد كده بقى الكلب عايزة تاكل اكلها بعد شوية. اهم حاجة في الموضوع ان انا عايزة اشيل اي اكل موجود في المطبخ عشان خاطر هبخ المطبخ. وطبعا لو بخيت وجه على الاكل، على فكرة مش شرط ان هو ابخ على الاكل يقوم جاي على الاكل، لا هو هيجي على الاكل هيجي على الاكل، لان ده رشاش حاجات يعني غازات. واخدين باركو هقطع دول عشان مقطعتهمش. اشيل القوطه والسلطه شايفه الغطا دلوقتي راح فين؟ قافل بعد الاكل خالص، ما يتعمل بعدين ساعتين. شيل ده البصل. شوف الصوت بقى يكون كبير كده.
النت معانا. تمام تمام باي باي يا سكر انت وهو، باي يا سكر انت وهي، باي يا سكر انت وهو، باي يا سكر انت وهو، باي يا سكر انت وهي، باي 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 إن شاء الله شو وراي حاجات أعملها. أوكي أحبائي الطلا الأعزاء الحلوين الأمامير السكر، يلا باي أوروفوار. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, bye.